مارس شهر المرأة المصرية لما يتضمنه من العديد من المناسبات الخاصة بالمرأة، اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم. بهذه المناسبة أتقدم بخالص التهاني إلى المرأة المصرية العظيمة، السند الحصن والدرع للوطن، دمتي لمصر عزيزة أبية صامدة قوية. وأتقدم لسيادتكم باسمي وباسم المجلس القومي للمرأة وباسم سيدات مصر بأسمى معاني الشكر والتقدير لإرادتكم السياسية الحكيمة وإيمانكم العميق بأهمية دور المرأة في المجتمع، حيث تم إقرار استراتيجية لتمكين المرأة والعديد من السياسات والقوانين وكسر الحواجز الزجاجية لمناصب لم تصل إليها المرأة من قبل، ودعمها بالعديد من القرارات التي تعكس مدى حرص سيادتكم على إنصاف المرأة المصرية. ولهذا فقد اتسم عهد سيادتكم بالعصر الذهبي للمرأة، حيث تعيش المرأة حالياً أزهى عصورها وتجني ثمار سنوات طويلة من الكفاح للحصول على حقوقها، وأصبح سقف طموحها عنان السماء. فخالص الشكر والتقدير لسيادتكم، وأنقل إلى سيادتكم أمنياتي وأمنيات المرأة في جميع ربوع مصر أن نحتفل مع سيادتكم بعيد المرأة المصرية بعد انتهاء هذه الأزمة بسلام بإذن الله. فخامة السيد الرئيس، يشرفنا الآن الاستماع إلى سيادتكم، فلتتفضل سيادتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم، أهلا وسهلا، وسعيد أن أنا ألتقي بكم ومن خلالكم. الحقيقة أن أنا أتوجه لكل سيدة مصرية، أم كانت أو بنت أو أخت، بكل التحية وكل الاحترام وكل التقدير وكل الاعتزاز. والحقيقة يعني كلامي عن المرأة المصرية هو تقدير، هو عرفان بالدور وعرفان بالمكانة اللي المرأة المصرية تستحقها. ده حق هي تستحقه، ولو احنا عندنا زي ما قلت قبل كده انصاف حقيقي في فينا كلنا كمصريين، يعني كان الامر ده يبقى من زمان قوي وبشكل اكبر كتير من اللي قدم خلال الفتره اللي فاتت. انا اسمحوا لي ان انا يعني اتشرف ان انا التقي بيكم كنماذج عظيمه مشرفه من يعني سيدات مصر، فاهلا وسهلا. والحقيقه ده يمكن في اطار الاحتفال سواء كان بيوم المراه المصريه او بعيد الام، اوجه التحيه والتهنئه بليله الاسراء والمعراج ايضا. فكان لابد النهارده بعد فتره ما كلمناش فيها مع الشعب المصري خلال الفتره اللي فاتت ديت، واسمحوا لي ان انا اكلمكم عن موضوع بيهمنا كلنا دلوقتي خلال المرحله اللي احنا موجودين فيها، وهو طبعا الازمه الخاصه بازمه كورونا. والحقيقه يعني من غير ما اطيل عليكم، هي ازمه انا اتصور انها غير مسبوقه على مستوى العالم كله. لم يعني يحدث في تاريخ الانسانيه المعاصر ان حدثت ازمه بهذا الحجم على مستوى العالم كله. احنا بنتكلم النهارده في اكتر من 177 دوله انتشر فيها هذا الوباء يعني. وبالتالي يعني تأثيراته هتبقى تأثيرات كبيرة جدا جدا. يعني أتصور أن هيبقى شكل العالم مختلف كتير عن قبل هذا الأمر، والتأثير الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه هيبقى تأثير عميق جدا جدا، حتى مع الدول التي استطاعت أن هي تحتوي هذا المرض ويبقى في أقل حدوده، حتى ده لأن الأزمة الاقتصادية هي أزمة يعني عالمية، مش على قد التأثير والأثار اللي هيترتب عليه، مش بس تمس البشر، تمس حتى زي ما بقول كده الظروف الاقتصادية. وهنا عايز أقول اللي احنا في مصر يعني من أول ما ابتدت هذه الأزمة في تبان من خلال ما حدث في دولة الصين،
وان احنا على طول تلبية للمصريين اللي كانوا موجودين في مقاطعة ووهان في الوقت ده، تم على طول تشكيل يعني مجموعة أو لجنة لإدارة الأزمة دي، لأنها اعتبرنا دي أزمة يعني محتاجة مننا إن احنا نعد نفسنا إعداد جيد ونجهز نفسنا تجهيز جيد لمجابهتها. الحقيقة الإجراءات كتير، وأنتم يمكن تكونوا متابعين كل الإجراءات دي بشكل أو بآخر. الإعلام بيقوم بدور الحقيقة رائع جدا جدا وعظيم في تسجيل الموقف سواء داخل مصر أو في العالم كله لحظة بلحظة. ده موضوع بيتم تغطيته بشكل جيد جدا. طب أنا يهمني إيه في الموضوع دوت هنا في مصر؟ إن إحنا كدولة انتبهنا لهذا الأمر ورتبنا نفسينا ترتيب جيد، وبقول ترتيب جيد طبقا للمعايير العالمية. الدولة المصرية كانت دايما بتتعامل مع الأزمة أو استعدت للأزمة وبتتعامل مع الأزمة من خلال العلم والمعايير الدولية في هذا الإطار بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وده أمر يعني بقوله لكم دلوقتي وبقوله من خلالكم لكل المصريين اللي بيسمعوني. دي دولة بتجهز نفسها لمجابهة خطر جسيم جدا، وإذا ما كانتش تتضافر كل جهود الدولة، مؤسستها، أجهزتها، المجتمع المدني، الشعب نفسه أو اللي هو المصريين بكل عناصرهم، كل دول لو ما حطناش ايدينا في ايدين بعض واتعاملنا مع الموضوع بشكل حاسم ومسؤول وجريء هنخسر كتير. وانا مش بقول كده يعني مش بخوفكم ولا حاجه، بس احنا تعودنا مع بعض ان احنا نكون صادقين وامناء. أنا قدام مني الإجراءات اللي تعاملتها مصر من أول الموضوع، ممكن أقراها عليكم وإذا كان ده مناسب ليكم أقوله لكم عشان تعرفوا إن الموضوع ما كانش يعني الإجراءات مترتبة ومتنظمة، وكل فعل مش ليه رد فعل، ده كان فيه فعل في مواجهة أفعال وإجراءات وأحداث بتمسنا. طيب يهمني برضو إيه هنا؟ إن إحنا لما بقول إن إحنا كمصريين نكون مسؤولين كلنا، الإعلام مزيد من التوعية ومزيد من الاشتباك مع المسألة ومزيد من نشر الأخبار والإرشادات الطبية بشأن هذا الموضوع عشان نشكل وعي حقيقي لدى المصريين في مواجهة هذا الفيروس. مش عايز الموضوع ياخد وقت يعني ياخد مننا كلام كتير عشان انا شايف التعبئه كبيره قوي والناس كلها طبعا منتبهه يعني، بس احنا عايزين نحول الوعي التعبئه ديت والوعي دوت والتخوف ده والتحسب ده الى اجراءات مجتمعيه، المجتمع، الناس. بالمناسبه احنا ما خبناش عليكم حاجه، وانا اللي بقول كده للمصريين لان طبعا يعني خلال مسيرة الست سنين على الأقل اللي فاتت كان دايما الدور اللي بيشكك في كل إجراء بنعمله قائم وموجود وحيظل موجود، التشكيك والحديث أقل ما يقال فيه إن هو حديث كاذب وفيه افتراء كثير. ده مش على موضوع كورونا بس، لا، ده حالة هتعيشها مصر زي ما أنا قلت قبل كده على مدى أكتر من 80 سنة عاشتها مصر وتسببت في تشكيل حالة لدى المصريين من عدم الثقة، عدم الثقة بأنفسنا، عدم الثقة بأي حاجة تحذر نتكلم عنها الناس تاخدها في الغالب يتم تشكيك فيها. الحالة دي اتشكلت بقى لها 80 سنة واتكلمت فيها كتير، بس أنا بقول اللي احنا فيه النهاردة يدعونا إن احنا نتوقف قدامها تاني، لأن بيتم مرة تانية التشكيك في كل إجراء. طب احنا هنخبي عليكم ليه؟ عليكم يا مصريين هنخبي هذا الأمر ليه؟
هو الأمر ده قاصر على مصر بس؟ ده في الدنيا كلها. طب هو آثاره هائلة على الدنيا كلها. يعني عايز أقول إحنا مش استثناء في إن ممكن يعني يصيبنا هذا الأمر. لكن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لطفاً منه حتى الآن بينا، لطفاً منه حتى الآن بينا، وبإجراءات علمية حقيقية، وبإجراءات علمية حقيقية واحترازية حقيقية قامت بها الدولة المصرية عشان تحتوي ويعني تحول دون أن يكون في انتشار يعني يبقى مؤذي لينا، مؤذي أذية كبيرة جداً جداً. هل ده لما نعلن أرقام وبيانات من جانب الدولة وحد يشكك فيها ننسى أن المشككين ده جزء من استراتيجيتهم وجزء من مسارهم معنا، مش على مدار الست سنين اللي فاتوا، ده على مسار 80 سنة وحنظل عايشين كده، هنفضل طول ما احنا عايشين معهم هم اللي نعمله يشككوا فيه، ودايما يعني التشكيك كله سلبي عشان يحسسوا الناس بعدم الأمان وعدم الراحة. فاللي أنا عايز أقوله إن إحنا اتعاملنا مع الموضوع من الأول وكالعادة بمنتهى الشفافية، والبيانات اللي بتطلع من وزارة الصحة ومن الحكومة بشأن هذا الموضوع بيانات بتعكس الواقع اللي إحنا موجودين فيه. وبالمناسبة الأرقام اللي بتطلع هي أرقام موجودة عندنا. طب يعني انتم مستكترين ان ربنا حتى الان يحافظ علينا بالعلم وبالاخذ بالاسباب، عشان ما حدش يعني ياخدنا في اتجاه بالاخذ بالاسباب، ربنا سبحانه وتعالى ما يحميش مصر. فانا بقول لكم كده عشان مش اطمنكم بس، ولكن كمان عشان ناخد بمزيد من الاسباب. احنا بنقول كده عشان احنا كمصريين احنا طبعا متابعين، ومواقع التواصل الاجتماعي بتشغي بتعليقات وفيديوهات وكلام، يعني المصريين عندهم دمهم خفيف جدا الحقيقه، ففي كلام كتير يعني بيتقال في مواقع التواصل. لكن احنا زي ما بنقول ان ربنا لطفا منه حتى الان، وبالاجراءات اللي احنا عملناها يعني اجراءات غير مسبوقه بصراحه من جانب الدوله. احنا اول المجموعه ما جت كانت المجموعه اللي هي جبناها من المقاطعه الصينيه جت على في يعني في منطقه في مطروح معده خصيصا، مش كده يا دكتوره؟ معده خصيصا لهم عشان يبقى المجموعه كلها من اول طاقم الطياره لغايه الطاقم الطبي لغايه الركاب المصريين اللي كانوا موجودين وضعوا في عزل كامل لمده 14 يوم حتى اطمئنينا عليهم، وخدنا الاجراءات الطبيه طبقا زي ما قلت كده للمعايير. ثم بعد كده بنتعامل مع الواقع اللي موجود. مش انتوا تابعتوا لما حاجه حصلت في الاقصر في مركب من المراكب النيليه، برضو الاجراءات الطبيه طبقا للمعايير اتاخدت، وتم الكشف على كل الناس اللي موجوده في المراكب النيليه، مش كده؟ ثم اجراءات تطهير وتعقيم كامله قامت بها الدوله للمراكب ديت. يعني عايز اقول ايه اللي يهمني ان يوصل لكم في المساله بتاعت في مساله معالجه كورونا كازمه وكوباء عالمي، ان الدوله المصريه خدت بالاسباب وبذلت كل الجهد وما زالت في مجابهته. فانتم ما تستكتروش ان رد الفعل كده النتيجة تبقى كده، ولكن خلونا نقعد أسبوعين على الأقل كده، يعني مزيد من الالتزام، مزيد من المسؤولية، مزيد من الجدية، أقول مزيد من الانضباط، مزيد من الانضباط. ساعدونا يا مصريين إن احنا نعبر الأسبوعين على الأقل بإن حجم المصابين أو حجم الأرقام المعلنة ما تزيدش كتير عن اللي احنا مش عايزين نوصل، ويمكن لأرقام أكبر من كده. ليه بقول كده؟ توصيف الطب للموضوع أو للفيروس ده، ولكن هو سريع الانتشار،
سريع الانتشار. وبالتالي لما نتكلم على متوالية هندسية نتكلم على أعداد ممكن تتحول إلى آلاف في أيام قليلة. ودي كنتوا شايفين الدول، يعني متابعين دول، وأنا ما بحبش في مثل الأحوال الصعبة دي إن أنا أسمي دول بعينها. فالمتوالية الهندسية دي أو المتوالية العددية اللي ممكن النهاردة شخص مصاب واحد ممكن يصيب كثيرين جدا جدا، وبالتالي طبعا كل واحد بيروح بيته بيلتقي بأسرته بيلتقي بأصحابه وبيلتقي بالشغل بزملائه. تصوروا بقى إحنا الموضوع يبقى عامل إزاي. يبقى الإرشادات اللي بنقولها والإجراءات اللي الحكومة اتخذتها خلال الفترة اللي فاتت واللي ما زالت حتى الآن، الحد الأدنى من جانب مجتمعنا من جانب شعبنا يعمل إيه؟ هو بس يعني يساعدنا أكتر، يساعدنا أكتر. لما نقول إحنا خدنا إجراءات بسيطة خالص، يعني جينا قلنا طب التعليم وقف المدارس والجامعات، طب الموظفين طب قلل العدد مش عارف إزاي، طب بالنسبة للمحلات طب نخفض المدة لغاية 6 مساء عشان كل ده بنقلل حجم التعرض، حجم التداخل بين الناس، حجم الاختلاط بشكل أو بآخر. إحنا 100 مليون، إحنا 100 مليون، ولازم ناخد الأمور بمنتهى منتهى زي ما قلت كده الجدية والحرص والحذر حتى نخرج من الأمر ده يعني بسلام إن شاء الله. برضو نقطة مهمة أو أحب أتكلم فيها، إحنا ما عندناش مشكلة خالص وفي السلع، في السلع ما فيش مشكلة في أي حاجة. ودايما في كل لقاءاتنا اللي أنتوا بتشوفونا مع الحكومة وأعضائها دايما بيبقى دايما العنوان الرئيسي مع وزير التموين هو حجم الاحتياطي المتيسر لدى الدولة المصرية. أبدا ما فيش أي حاجة من المواد الغذائية تقل احتياطية عن 3 شهور، مش كده دكتور مصطفى؟ بنتكلم على عايزين تكلموا في أي سلعة أساسية، رز، زيت، سكر، يعني مش عايز أعدد الكلام ده موجود. طب إحنا بنتكلب ليه؟ يعني نتكلب ونروح ننزل نجيب أكتر من حاجتنا ليه؟ وبالرغم كده إحنا يعني برضو هتجدوا السلع متوفرة، بس أنا أقصد أقول ما تحملش نفسك أعباء مالية تنزل تجيب حجم ضخم جدا تحطه في البيت وانت مش محتاج تعمل كده. الحاجة موجودة ومش حت مش حت مش إن شاء الله مش هتنتهي، وإحنا حرصين على كده. زي ما قلت كده في برضو موضوع تاني عايز يعني أذكره لكم، إن إحنا اسمحوا لنا باسمي وباسم كل المصريين أتقدم للقطاع الطبي في مصر، أطباء وأطقم تمريض، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر. انتوا بتخوضوا معركة زي الحرب دلوقتي خلاص، ويعني ده أمر مقدر ويبقى ممكن يبقى فيه تضحيات زي ما انتوا بتسمعوا في كل الدول، فده يعني دي معركة لكم فيها منا كل التقدير وكل الاحترام والاعتزاز، وهي زي ما قلت كده حرب، حرب انتم أبطلها. فأنا بشكر كل من يعمل في هذا القطاع دلوقتي ويتصدى وبيتصدى وبيتعرض للأذى وللضرر نتيجة هذه المعركة. مش هيفوتني برضو أن أنا أشكر الحكومة، وأنا يمكن في بعد الأزمة يعني السيول العنيفة والطقس السيء اللي حصل، أنا يمكن يعني وجهت الشكر للحكومة لإدارتها لهذا الأمر اللي هو كان برضو غير مسبوق، يعني لم يحدث في تاريخ مصر المعاصر أن يبقى ممكن تيجي موجة طقس بالشكل ده وحجم يعني مطر والسيول بالشكل ده، وبرضو نتيجة الإدارة المتوازنة الهادية العلمية كانت الأضرار في أقل ما يمكن. طب هل إحنا يعني لما تعاملنا معها بهذا الشكل والأضرار ديت، هل إحنا كدولة كحكومة هل هي مش هتجابه كل الآثار
اللي السلبيه اللي ممكن تكون نتجت عنها، الناس اللي اديرت. القرار كان تاني يوم، قرار التعويض للناس من جانب الدوله والوقوف بجانبهم كان تاني يوم. يعني ما قعدناش مثلا 10 15 يوم عشان لا. ثم حتى في من غير ما اذكر مناطق بعينها، قلنا ان حجم الضرر الناجم عن هذا الامر يتعاد صياغته بشكل يليق بمصر. يعني من غير ما اذكر اسم المنطقه، اتخذنا القرار بان احنا نبني بشكل حضاري لاهلنا اللي هم اديروا في هذه المناطق اماكن للاقامه بشكل حضاري زي ما احنا بنعمل مع المناطق الخضراء. يعني اللي انا عايز اقوله هنا في ده ايه؟ بهدوء خالص انا بتكلم، بهدوء خالص انا بوصل الرساله للمصريين ان الدوله المصريه في ظل الامكانيات اللي موجوده عندها ابدا لا تألى جهد ابدا في ان هي تقوم بما يمكن او يجب عليها ان تقوم به. وعشان كده انا كان 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 تقديري لدور الحكومه وادائها في الازمه، ازمه الطقس السيء ده، وحتى زي ما قلت كده اللي ما زال حتى الان قائم فيما يخص ازمه كورونا، وربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت كده يحفظنا كلنا ان شاء الله. احنا هنتحرك اكتر، هنبذل جهد اكبر، والاجهزه ديت والمؤسسات اللي بتكلم عليها سواء كان القطاع الطبي في مصر او مشاركه القوات المسلحه والشرطه وبقيه الاجهزه في عمليات التطهير والمعالجه للتغلب على هذا الفيروس مستمره. فده امر مستمر وهيستمر، وانا بقول كل اللي مطلوب من المصريين تاني بكرره، من فضلكم من فضلكم ساعدونا ان احنا نعبر اخطر ازمه. شوفوا احنا من 2013 و14 و15 و16 بنبذل جهد عشان نتقدم بمصر للمستوى الذي يليق بمصر والمصريين، وبذلت جهود ضخمه جدا وتضحيات كبيره، تحدي من في مواجهه الدوله، والدوله خدت القرار وجبهه التحدي، وانتم يا مصريين المصريين وقفوا وتكاتفوا وتحملوا. وكانت النتيجه ان خلي بالكم ان ممكن نقول يعني من نص 19 لغايه النهارده الحجم التداعي اللي موجود للاقتصاد العالمي ضخم جدا، وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخمه جدا. وصدقوني يعني وده موضوع مش مزايده مني لكم، والله لولا خطه الاصلاح الاقتصادي وان ربنا وفقنا وان احنا نجحنا فيها ما كنا ممكن ابدا نتحمل التداعيات اللي انا بتكلم عليها ديت. يعني جزء مش جزء تقريبا الصمود اللي احنا فيه ده، اللي احنا فيه لغايه النهارده، هو اساسه المصريين بصمودهم قدام الضغوط الكبيرة جدا اللي حصلت في خطة الإصلاح الاقتصادي. بس خلي بالكم واحنا بنتحرك في ده، وابتدت المؤشرات، كل المؤشرات والدنيا كلها كانت بتتكلم على الأقل في السنتين الأخرانيين على ان احنا حققنا نجاح كبير جدا، وقطاعات كتير جدا في الدولة تعافت، والاحتياطي وصل لمستوى جيد، و المؤشرات الاقتصادية ونسب العجز والبطالة وكل الكلام ده تحقق خلال بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضلكم لما انتم صمدتم معانا كمصريين في مواجهة الظروف ديت. دلوقتي اقل تداعي نتمناه هو ان احنا نخرج من هذه الأزمة باقل ضرر. الضرر هنا مش اقتصادي، لا لا، شعبنا غالي علينا، أهلنا غاليين علينا. أي إنسان مصري، ومش أي إنسان مصري بقى، أي إنسان في العالم يهمنا إنه يبقى في أمان وسلام. وطبعا الأولى إن إحنا بما إن إحنا مسؤولين عن بلدنا وعن الناس،
فاحنا اهلنا المصريين ما نحبش ابدا ان احنا مش التزام قياده تجاه شعبها، لا ده حتى التزام انساني واخلاقي، التزام انساني واخلاقي وديني، ان لا يتضرر ابدا الشعب المصري. ولن يكون ده، يعني ده رابع مره اقولها، رابع مره اقولها معلش، الا ان انتم من فضلكم كالعاده ساعدونا بان احنا بصمودكم باصراركم. وهنا بقى يمكن هطلب من المراه المصريه الدعم، صحيح من فضلك يعني ساعدينا بان احنا زي ما قلت كده، ان اللي احنا قلناه وبنطلبه منكم ان الناس تبقى موجوده في بيوتها واقل حجم من التعرض يكون موجود. انا بطلب منك، انا طلبت من المصريين في بدايه كلامي، لكن بطلب كمان من السيده المصريه، بقول لها من فضلك هذا امر جلل. انا ما مش عايز اخوفكم، بس انا مش عايز اخوفكم والله، عايزين نعدي ال 14 يوم اللي جايين دول باقل حجم من الضرر، لان احنا لو قدرنا نعمل كده يبقى احنا ابتدينا، يعني ابتدينا نعبر مرحله صعبه. وزي ما انتوا شفتوا يعني في دول يصل الحجم الخسائر اليوميه الى 500 و700. مش عايزين ابدا ان هذا الامر يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يحصلش عندنا. طب بالاسباب، العالم كله بتحشد بعشرات ومئات المليارات من الدولارات لمجابهته، حتى الدول الظروف الاقتصاديه صعبه. ويمكن احنا في اول ما ملامح الموضوع ابتدت تبان رصدنا 100 مليار، وبرضه اتقال يعني طب انتوا هتجيبوا ال 100 مليار منين؟ مش كده؟ هو احنا قليل ولا ايه؟ هي مصر قليله ولا ايه؟ صحيح؟ لا والله. هتقدر. ويمكن انا بس مش عايز اقول في نقاشنا مع الموازنه مع دكتور مصطفى ومع وزير الماليه او مع الحكومه، يعني بنتكلم على ان احنا لازم يكون لنا احتياطيات اكبر من كده عشان نجابه التحدي والاثار المترتبه عليه. فانا مش عايز بس يعني اطول عليكم اكتر من كده، ولكن اسمحوا لي ان انا اقول لكم على الاجراءات، بس اقولها سرد مكتوب عشان نقولها، ثم الاجراءات اللي اقترحناها ان احنا نعملها او مش اقترحناها، قررناها النهارده نقولها برضو نعلنها على حضراتكم. يعني ان ضخامه تلك الازمه التي قد تمتد اثرها تستوجب تضافر كل الجهود، سواء دوليا للعمل المشترك لتخفيف اثار الوباء، وداخليا من خلال تكامل جهود الدوله والمجتمع للمساهمه في تخفيف التداعيات السلبيه على الفئات الاكثر احتياجا. وفي اطار جهود الدوله في ذات الشأن، فقد وجهنا باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتلك الأزمة غير المسبوقة، حيث تم توجيه وزارة المالية لتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي شملت الآتي: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار، خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وابريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وسداد دفعات اضافيه بقيمه 10% نقدا للمصدرين في يوليو المقبل، رفع الحجوزات الاداريه على كافه الممولين الذين لديهم ضريبه واجبه السداد مقابل 10% فقط من الضريبه المستحقه عليهم، واعاده تسويه ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات. وعلى صعيد القطاع المصرفي، خفضنا أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر. عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد. دراسة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس لدعمها، وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائياً، وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022. تعديل ضريبة الدمغة
والإعفاء الكامل من ضريبة الدمغة للعمليات الفورية، وتخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في شركة مقيدة بالبورصة، وتخفيض جميع مصروفات البورصة. القرارات الاقتصادية برضو بضيف عليها، في كان العديد من مبادرات البنك المركزي، واسمحوا لي ان انا برضو اتلوها عليكم. يعني مبادرات التمويل العقاري لمتوسط الدخل، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10%. وبالنسبة لقطاع السياحة اللي طبعا يعني تضرر بشكل كبير جدا جدا الحقيقة نتيجة هذا الوباء، تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العامة وأساطيل النقل السياحي، كما وجهنا بتأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة. طبعا من أهم المبادرات مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي المنتظمة التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، بالإضافة إلى التعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلاً من 35% من مجموع الدخل الشهري متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي، وكذلك مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتزيد نسبة من رصيد المديونية يتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم ضده. الحقيقة دي القرارات اللي أنا عايز أعلن عليكم النهاردة، ودي اللي احنا ما كانش تم تناولها قبل كده، ودي اللي اتخذناها مع الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية. يعني في إطار طبعا اهتمامنا وحرص الدولة على إعلاء مصلحة المواطن في الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي، فقد قررت تكليف الحكومة والجهات المعنية بالدولة بالآتي: ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، العلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي القادم، مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%. أنا حبيت بس أقول الإجراءات اللي قامت بها الدولة في هذا المجال بشكل مرتب، وعشان يبقى واصل لكل الناس الإجراءات اللي عملتها الدولة خلال الأسابيع أو الشهور القليلة والأسابيع الماضية وحتى أمس، في إطار إن إحنا بنبذل كل جهدنا عشان نخفف من آثار هذه الأزمة العالمية واللي طبعاً إحنا بنتأثر بها بشكل أو بآخر. أرجو إن أنا ما أكونش أطلت عليكم، وكل التحية ليكم سيدات مصر العظيمات وإلى الشعب المصري العظيم كل التحية والتقدير والأمان الطيبة لك. وأنا ما حاولتش أتكلم في موضوعات أخرى، لأن ما دون هذا الأمر بصراحة كل الأمور يمكن علاجها، ويمكن بوحدتنا والثقة في أنفسنا وفي حقوقنا وفي قيادتنا إن إحنا نصل إلى حلول لها. المهم إن إحنا نعبر بفضل الله من هذه الأزمة زي ما قلت كده بوحدة المصريين وبإرادتهم في وطبعا وبالتكاتف من كل المؤسسات، المجتمع المدني، رجال الأعمال اللي أنا
بشكرهم على المبادرات اللي بيعملوها، ويمكن يكون إن شاء الله بعد في أقرب فرصة كده أكون نجتمع بيهم ونتكلم على المساهمات اللي هم قدموها وبيقدموها خلال هذه المرحلة الصعبة. برضو مش هنسى أبداً قبل ما أختم كلامي إن أنا أوجه التحية لشباب مصر اللي كان ليه مساهمات رائعة جداً ونبع من إحساس ذاتي ومسؤولية كبيرة بتصرفاتهم تجاه، وانتوا طبعا شفتوا ده ويمكن الإعلام بشكل أو بآخر تناوله. مرة تانية بقول يمكن يعني امبارح كان في قرار بإن احنا الصلوات في المساجد ويوم الجمعة والكنائس يعني يتم تعليقها لغاية الظروف ما تتحسن، وأرجو إن احنا نعتبر إن ده يعني أخذ بالأسباب يعني لكل الناس، كلنا يعني مؤمنين كنا مسلمين أو مسيحيين، ولكن زي ما قلت كده واحد بس في مسجد أو واحد في كنيسة قاعدين في مع جنب بعض من غير ما هذا الموضوع يعني بقوله كده بس كده في الآخر، وبقول في الآخر إن احنا خدنا وبناخد بالأسباب. وهختم كلامي بدعاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تفضلي. كل التحية للجامع الكريم ولسيادتك. نحن نعيش من الأمس إلى اليوم في أجمل ما صدر في هذا الدين الإسلام، الإسراء والمعراج برسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الدعاء لابد أن نعلم أنه مستجاب في هذه الأيام الكريمة التي صدر للمسلمين فيها أعظم ما يتواصل العبد بربه، ألا وهي الصلاة. بهذا الإسراء، بهذا المعراج إلى السماوات العلى، عندما يؤمر أمة محمد بالصلاة التي هي لقاء مع الله في كل وقت 5 مرات في اليوم، فأرجو من كل من يلتقي بالله في صلاته أن يدعو لهذا الكون بأكمله ولمصر. بشكرك الحقيقة على هذه اللفتة الكريمة. تفضلي. طبعاً بحيي سعادتك وفرح. آخر مرة هو مسافر تقول نفسي أسمع صوتك في الأذان، إحنا عندنا جامع. دخل قال لي حاضر، كان دايماً يبصني من إيدي وراسي على طول من زغر. لو عامل قلق لحد قولي اللي انت عايزاه، يعني احنا مش يعني مش هنسمعك، ده احنا نسمعك ويعني ونقدر كلامك ونقدر مشاعرك واحاسيسك تجاه ابنك اللي انت قدمتيه لبلدنا. اقل حاجه ان انا اسمعك. يوم الجمعه كلمني مرتين اتنين، قال لي ادعي لي يا حاج، بقول له ادعي لك بقى يا عمر. قال لي المقفله مصر، وانا عندي الكبير اسمه احمد عنده 27 سنه بيتمنى يروح مكان اخوه لو اسبوعين. والله والله بصدق بحلف بصدق، لو انتم طالبينه انا بقدمه لك سعاده الرئيس وفضى مصر كلها. أنا معايا علم مصر اللي جيبيه محتفظة بيه، ولو ادتوني كمان علم مصر أنا فرحانة وفرحانة بابنه. عندي حفيد عنده سنتين وشهرين، والله والله لو أنا عشت وطول بي العمر لأقدمه لمصر. فإحنا مش خايفين من المرض يا سعادة الرئيس، إحنا جامدين قوي لأن إحنا مصريين وإحنا في ظهر سيادتك. اللي بحييك يا أم عمر، الست المصرية قدمت
الشهداء والمصابين من أجل مصر، عشان إحنا كلنا. عمر عمل كده واستشهد كده عشان الدولة دي تبقى مستقرة وآمنة. حضرتك وإحنا وكلنا إحنا ممنونين ومقدرين لكل أم قدمت شهيد أو مصاب، ولكل أسرة قدمت شهيد أو مصاب. أنا اللي بشكرك وبحييك. دكتورة نيفين اتفضلي. شكرا يا فندم، بشكر حضرتك. معنا أم شهيد الشرطة. اتفضلي. حضرتك سنيت سنة حلوة إن أنت بتكرم الشهداء في صورة أمهاتهم، ودي حاجة تحسب لك، يعني يمكن أول رئيس في الدنيا عمل كده. فسعادتي مضاعفة إن أنا هنا النهاردة، فخورة بابني طبعا بالعمله، هو كان وحيدي بس ما يغلاش على اللي خلقوه، ما يغلاش على البلد طبعا. أنا كنت بتمنى بس إنه ولادنا يفضلوا في ذاكرة الشعب. إحنا بنتكرم دلوقتي في شخصهم، بس بعد ما إحنا نروح حكايتهم تتنسي. يعني كان نفسي قصصهم تدرس في المدارس وتتألف قصص، يعرفوا الشباب اللي طالع اللي قاعد على الفيسبوك يهبد ويشتم في البلد ومش عارف قيمة اللي حصل ومش عارف قيمة التضحية اللي هم عملوها عشان البلد دي تقف على رجليها وما تبقاش مصيرها مصير دول تانية فككت أو فيها حرب أهلية أو يعني اللي بتمنى أن حضرتك تتولى الحكاية دي، أنه يبقى فيه، يعني مش هقول قصة ابني عشان ما تبقاش شهادتي مجروحة، قصة زي أيمن شويقة الشاب العشريني اللي خد الموت بالحضن احتضن الإرهابي وخده بعيد عن كتبته عشان يفضي كتبته دي. يعني الواحد لما يفكر فيها يقول كان هو بيفكر في إيه في اللحظة دي، ما فكرش في نفسه، ما فكرش في الدنيا اللي ما دخلهاش حتى، هو ما اتجوزت حتى. الشحات، يعني البطولات الشرطة اللي ما تتعدش، يعني شباب كتير راحوا وسابوا. أنا ابني ساب ابنه كان عنده سنة ونص، فمراته ترملت وهي عندها 27 سنة. فحاجات زي كده نفسي تفضل في ذاكرة الناس ويعرفوا الجيل اللي طالع يعرف قد إيه البلد يدفع فيها مهر، وقد إيه دماء غالية، قد إيه سابوا أهلهم وسابوا لهم الحسرة لغاية لما يروحوا لهم. كل ده نفسي يفضل معروف، وبعد ما احنا نروح هم يفضلوا في ذاكرة البلد وتفضل تضحياتهم يعني خالدة. طبعا برضو اسمحي لي ارحب بك ترحيب خاص وتقدير خاص وامتنان خاص. وعايز اقول لك ان يعني احنا طبعا اذا كنا بنقوم باجراءات لاطلاق اسماء الشهداء على المدارس والشوارع الرئيسيه والميادين والكباري، هي محاوله مننا للي حضرتك تفضلت بيه، لكن كمان ان احنا ويمكن لو حضرتكم بتتابعوا في التلفزيون المصري هتجدوا كثير جدا من قصص امهاء الشهداء وهم بيتكلموا عن ابنائهم وعن، وعشان كده يمكن باكد مع دكتور اسامه ان احنا يعني القصص كتير ونسجلها وعلى مدار السنة. فاحنا بس نتكلم الأول على فكرة إن هو تذكرنا كلنا بالتضحيات وزي ما حضرتك قلت كده بالتكلفة الكبيرة اللي دفعتها الأمهات. في الآخر الشهيد راح عند ربه في موقع تاني أفضل كتير وأحسن كتير من أي حاجة احنا ممكن نعملها له، لكن اللي قدمت ده هي الزوجة والأم ويمكن الأخت، وبالتالي هي اللي بتتألم مهما كان شعورها الوطني ومهما كان يعني صلابتها، لكن هي في الآخر أم يعني، ودي مشاعر ومحدش يقدر، دي أقوى مشاعر موجودة في الإنسانية، مشاعر الأم تجاه أبنائها. يعني طبعا عشان تدرس في المدارس ده فكرة أكتر من رائعة، ويمكن مش عايز أرجع تاني لموضوع كورونا، لكن هو ده اللي أنا عايز أقوله للناس، إن اللي قدم لمصر عشان تصمد كبير قوي، تكلفته كبيرة قوي. مصر قدمت الشهداء اللي قدموا والمصابين اللي قدموا من أجل الحفاظ على الدولة دي رقم كبير وتمنه يعني لا يقدر، وبالتالي الاستمرار المسيرة ديت
والحفاظ على الدولة كده، وأمر بقى حق علينا إن إحنا كمواطنين نقدر هذا الأمر بالحفاظ عليها، مش بس في الموضوع بتاع كورونا، لا، الحفاظ على الدولة المصرية. وده كلام إحنا دايما بكرره، مش عايز بس أقوله مرة تانية، لكن خليني أقول في الموضع ده أن أنا بوجه لك التحية والتقدير والشكر، والمقترح اللي حضرتك بتقوليه إحنا يا فندم هنعمل بيه. حاضر حاضر. مرة تانية أسعدتونا وشرفتونا، والكلام اللي اتقال كله كلام مقدر وجميل واستدعى مشاعرنا كلنا بالفخر، بالفخر بأهلنا، أهلنا كلهم، وباللي قدموه وباللي هيقدموه حتى تظل مصر مصر كما هي. أشكركم مرة ثانية.